العطورات التي كثرت في زماننا هذا يا شيخ ويستخدمها سواء الرجال أو النساء فضيلة الشيخ، هل تخل في صيام الشخص؟ لا ما تخل فيه، يجوز للصائم أن يتعطر، هذاك البخور لا يشم البخور الذي يدخل إلى أنفه، أما العطر لا بأس، يجعل على جسمه وعلى ثيابه، لا ما في مانع.